Hello everyone, and welcome to a new episode in Linguist Mania series, One Idiom Every Day. مرحبا بكم جميعا وأهلا بكم في حلقة جديدة وسلسلة Linguist Mania تعبير اصطلاحي كل يوم. والتعبير الاصطلاحي اللي معانا النهاردة On the Horizon. On the Horizon. احنا هنا معانا مفردة واحدة ومعناها ايه؟ Horizon يعني أفق. كده التعبير الاصطلاحي ده هيبقى معناه ايه؟ On the horizon يعني في الأفق، زي الصورة اللي معانا كده، احنا شايفين الشمس في الأفق، بس هيبقى معناها ايه؟ أو بمعنى أصح التعبير الاصطلاحي ده ايه المقصود بيه؟ نشوف كده. On the horizon something in prospect or about to happen. يلوح في الأفق، شيء متوقع حدوثه أو على وشك الحدوث. أعتقد المعنى اللي احنا فهمناه من الأول خالص لما ترجمنا التعبير الاصطلاحي ده ترجمة حرفية هو تقريبا نفس المعنى اللي احنا عرفناه دلوقتي، في الأفق شيء متوقع حدوثه. يعني زي الصورة اللي معانا دي، احنا شايفين الشمس في الأفق، معناها ان في حاجة على وشك الحدوث، الشمس على وشك انها تشرق، فنحس ان المعنيين قريبين من بعض، او التعبير الاصطلاحي ده مش محير قوي زي باقي التعبيرات الاصطلاحيه اللي شفناها قبل كده. ناخد مثال: It seems there is a promotion on the horizon. It seems there is a promotion on the horizon. والمفردات اللي في المثال: to seem بدا، to seem، promotion ترقيه، promotion. كده معنى المثال: يبدو أن هناك ترقية تلوح في الأفق. It seems there is a promotion on the horizon. التدريب اللي معانا زي كل يوم عايزاكم تفكروا في مثال تستخدموا فيه التعبير الاصطلاحي ده On the horizon، وبما أنه سهل شوية أعتقد الجملة كمان ممكن تبقى سهلة إنكم تلاقوها. وألقاكم في فيديو جديد بكرة إن شاء الله مع تعبير اصطلاحي جديد في سلسلة Linguist Mania One Idiom Every Day. Goodbye.